أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 2234 جنديا، من بينهم 355 بجروح خطيرة منذ بداية العدوان على قطاع غزة. يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الداعية العام الإسرائيلي وجه اتهامات جنائية لشخص انتحل صفة جندي للانضمام إلى حرب غزة وسرقة ذخيرة. ووفقا للائحة للاتهامات المقدمة للمحكمة في تل أبيب، فإن المتهم لم يخدم أبدا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكنه مع ذلك تمكن من شق طريقه إلى مناطق الحرب من خلال تظاهر بأنه عضو في وحدة قتالية من النخبة في جهاز الأمن الداخلي الشباك. وبثت قنوات تلفزيونية إسرائيلية صورة قالت إنها للشاب البالغ من العمر 35 عاما، وهو يرتدي معدات القتال الكاملة مع جنود آخرين إلى جانب نتنياهو في موقع هبوط طائرات الهليكوبتر.